مرحبا، كيفكم اليوم؟ جيناكم فيديو جديد وفلوك جديد. اليوم الفلوك اللي حيكون عن اليوم اول يوم لنا للمدرسة بعد تقريبا شي شهرين كنا معطلين. اليوم استلمنا الكتاب بس ناخذ نفس. اليوم استلمنا الكتاب وهلا كمان شوي رح افرجيكم اياها. هلا بدنا هلا رايحين نغسل ايدينا وهدول الكتبين، هذا وهذا، هدول عربي هدول انجليش، هدول انجليش، هذا عبدين، وهدول علوم، وهدول رياضيات. وانا هدول كتبي انجليزي، وهذا علوم، والمهني، ورياضيات، لا هذا عربي، وهذا هم كتبي، والتاريخ والجغرافيا والوطنية. ونحن كثير كثير متحمسين لهاي السنة، لأنه هاي السنة جديدة، يعني طلعنا على مثلا أنا كبرت وصرت صف. وهلأ بدنا ناكل، وخليكم معنا بالفيديوهات الجاية عشان تشوفوا كيف حياتنا بالمدرسة وبالبيت. وخليكم معنا لنهاية الفيديو. وبس يا ترى بعد وهلا انا جاي وناكل وبس. باي باي.